شيء يجب أن تأخذه معك عند السفر خارج البلد. الملابس. اذكر أصناف الحيوانات التي تبيض. الحمام. شيء تحتاجه لتلميع الحذاء. الصبغ. دولة عربية يحتوي علمها على هلال. ليبيا. اذكر شخصية كرتونية لحيوان مفترس. خلص الوقت. كانت إجاباتك متأنية. خلينا نشوف إيش قد جابت لك درجات. مع الأسف السؤال الأخير صح. انتهى الوقت. تفضل. خلينا نشوف إجاباتك إيش قد جابت لك درجات على الأسئلة الخمسة. السؤال الأول كان شيء يجب أن تأخذه معك عند السفر خارج البلد. إيش قلت؟ الملابس. الملابس. والملابس جابت لك 20 نقطة. السؤال الثاني كان اذكر أصناف الحيوانات التي تبيض. ايش قلت؟ الحمام. الحمام. الحمام جاب لك 27 نقطة. السؤال الثالث كان شيء تحتاجه لتلميع الحذاء. قلت الصبغ. قلت الصبغ. 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 والصبغ جاب لك 28 نقطة. جيد. 75 نقطة لحد الآن. أربعة. دولة عربية يحتوي علمها على هلال. قلت ليبيا. ليبيا كان علمها أخضر واحدة بعدين بعد التغيير صارت أجهة هلال وأصبحت 30 نقطة لك. كانت إجابة صحيحة. السؤال الخامس مع الأسف الوقت انتهى. كان أذكر شخصية كارتونية لحيوان مفترس. سيمبا. فكانت الإجابة صفر لأنه الوقت انتهى مع الأسف. بس 105 يعني 95 نقطة تجيب مريم. إن شاء الله فايز. إن شاء الله. تفضل. إن شاء الله. تفضل. أعزائي المشاهدين، جاب 105 نقطة اليوم بعد ثلاث مرات يوصلون إلى الأسئلة السرعة. خلي نشوف مريم. شيء يجب أن تأخذيه معك عند السفر خارج البلد. جنطة. اذكري أصناف الحيوانات التي تبيض. دجاج. شيء تحتاجه لتلميع الحذاء. ملبع أحذية. دولة عربية يحتوي علمها على هلال. تركيا. اذكر شخصية كرتونية لحيوان مفترس. نمر الوردي. شكرا. شكرا. وقفي. اي 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 اعرف انت غلطتي بالسؤال. العلم. ها؟ العلم. العلم ليش؟ لتركيا ابو عربية. عافية.